السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سأتحدث عن EO4-5 أو 4-25. الحقيقة قفزة نوعية لهذا المحرك، هو محرك ألعاب، ولكن يمكنه أن يقوم بأي شيء، فيرتشواليزيشن، أرشيفيس، ألعاب جيمينج، فيرتشوال برودكشن للإنتاج التلفزيوني، لصناعة الأفلام. الفيلم الأخير لمملكة الأسد لروا ليون تم القيام بالـ E4 والVR. الحقيقة تحديثات كبيرة جدا، والـ E4 5 سيكون ثورة تكنولوجية. سأضع الفيديو، هذا الفيديو تحت إن شاء الله لتشاهدون. الآن سأذهب إلى الداخل، لا أعرف لماذا أصبح أسود، كان لم يكن أسود عندما تركته، ولكن دائما سأحاول أن أخرج. وبعد ذلك كما تلاحظون هذه البيئة القيام بها بشكل أوتوماتيكي بالهيت ماب مثلا. هنا يمكن تغيير سرعة فلاينج مود مثلا، تلاحظون أن السرعة هكذا أصبحت سريعة جدا كما تلاحظون. سأرجع إلى 4 هي الافتراضية. أوكي، كما تلاحظون هذه قمت بهذا المشهد، هو عبارة عن موديل من ميجاسكان، كما تلاحظون ميجاسكان هذا، والموديل الجديد يجب عمل تحديث لإيجاد الموديل الجديد لمستون كواري، وهو الأسيت التي استخدمت في الفيلم الأنيميشن على البيس 5. كما تلاحظون هنا عملت بعض سكريبتينج للرمال هنا ايضا، وضعت جميع الاسيت هنا، الاسيت كما تلاحظون. ساقوم بتجربه عمل موديلينج مثلا، ساذهب الى هنا مود، واذهب الى لاندسكيب، وبعد ذلك ساذهب الى هنا سكريبت. كما تلاحظون هناك خيارات عديده لعمل سكريبت مود. الان ساختار سكريبت هنا مثلا، ويمكن مثلا هذه يمكن تكبير البرش سايز هكذا، وبعد ذلك اختار سموث او فلاتن او ايريزون، انواع مختلفه لعمل سكريبتنج. مثلا ساختار هنا واقوم بسكريبت. كما تلاحظون قام البرنامج بعمل سكريبت. هنا يمكن ان اقوم بتخفيف مثلا ساذهب الى هنا كما تلاحظون، ساقوم بتخفيف هنا. كما تلاحظون الامر سريع جدا، لا اشعر باي بطء. يمكن مثلا قيام تسقير البرش، يمكن تسقير برش مثلا هكذا، والعمل على من هذه الناحيه. كما تلاحظون التكستر، الحقيقه التكستر نذهب الى فلاتن، يقوم بتسطيح كما تلاحظون تسطيح ما قمنا، والان سنقوم بالذهاب الى سموث كما تلاحظون تلطيف الحواف حتى تكون. فقط يجب ان تتعود في النافيجيشن مثلا، ساقوم بالحواف هنا هكذا كما تلاحظون. يمكن ايروجن بعض الشيء. الرامب هي كريت رامب بتوين تو بوينت مثلا، ساقوم باختيار هنا مثلا، ساختار اضغط نقطه هنا واضغط نقطه هنا، وبعد انتر ستلاحظون ان البرنامج قام بهذا الشكل. ساذهب الى السلكت مود كما تلاحظون، قام بهذا الشكل هكذا كما تلاحظون. هناك فوليج لوضع الاشجار مثلا، اذا اخذت الاعشاب والاشجار هنا تقوم بوضعها هنا، وبعد ذلك تقوم بال بينت مود مثل ما يحدث في الليميون وتوين موشن. ساذهب الى لاندسكيب واذهب الى سكريبت، هنا بينت ايضا ممكن ان اقوم ببينتينج. ساذهب الى سكريبت مود وساختار فليت سموز. ساقوم بتكبير البرش، اقوم ب لأن هذا هنا هذه الأشياء لا تجدها في الرمال، هذه بسبب
وجود أمطار، وفي البيئة الرمالية لا توجد أمطار. كيف قمت بالعمل هذا مثلا؟ سأذهب إلى لاندسكيب مود، وكما تروحون هنا في لاندسكيب مود، أين هي؟ سنذهب إلى مناج نيو، كما تروحون هنا نيو، سنضغط على import file، وبعد ذلك سنضغط هنا heat map file، ونقوم باختيار الهيت ماب. يمكننا أن تقوم بها يدوان، هناك موقع يسمى تيرين بارتي، يمكن أيضا أن تقوم بالهيت ماب. الهيت ماب هذا، الهيت ماب الأصلي كان 8000 كيلومتر في 8 كيلومتر، ولكن عندما قمت بوضع في البرنامج ثقيل على الـ EO4 قمت بتصغيره بنصف، 4 كيلومتر في 4 كيلومتر. نختار الهيت ماب، بعد ذلك عندما نختار سنضغط على import، وسيقوم البرنامج بوضع. بعد ذلك سأقوم بإكسبورت ماتريال من ميجاسكان، أترك الـ EO4 مفتوح. بعد ذلك أذهب إلى السيرفيس، سنذهب إلى ساند، وبعد ذلك أضغط على إكسبورت. عندما أضغط على إكسبورت سأجد الماتريال هنا، وهنا فولدر يحتوي على جميع الماتريال. هنا سيرفيسز، عندي الماتريال التي قمت بإكسبورت. هنا نذهب إلى ميجا سكان، هنا الأسيت، جميع المواد اللي عندي في المشهد. الحقيقة يجب إذا كنت تمتلك حاسوب، مثلا حاسوبي هذا مثلا، سأذهب إلى، ليس قوي جدا جدا ولكن يقوم بالواجب، سأقوم بروبريتي، كما تلاحظون انتل كور تيم اي 5 7600 كا سي بي يو 3.8 جيجاهرتز زد، هذا مهم جدا. هنا عندي 16 جيجا رام والجرافيك كارد، ما تلاحظون هنا ستجدون هنا عندي نيفيديا جي فور جي تي اكس 1070، هنا بسعة 8 جيجا بايت. سنذهب إلى الـ EO4، سنضغط على Play Mode. إن شاء الله في الفيديو القادم ربما أقوم بفيديو كيف قمت بهذا العمل بعد انتهاء منه، لازلت أقوم بدراسة. سأقوم بتحميل الريفرنس، يمكن أيضا أن نضع نظارة HTC Vive، كما تلاحظون بيئة رملية يمكن استخدامها في الألعاب. حقيقة إذا لم تكن جربت الـ E4 يجب أن تقوم بذلك، إن الحقيقة يفوتك الكثير. هذا المشهد إذا قمت بعمل في بلندر سيأخذ وقت طويل، مثلا إذا قمت بموديل هذه الصخور وهذه البراميل سيأخذ الوقت كله، ولكن يمكن استخدام بلندر أيضا للقيام ببعض الأشياء، مثلا موديلينج منزل أو بعض الأشياء التي نحتاجها. الانرال والايوفور والمجاسكان حقيقة لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة لمبرمجي الالعاب والارشتكتشر فيزيليزيشن. شكرا، كان هذا عبد الودود الشيخ، والى اللقاء، وشكرا.